هذا يسأل يقول أنه كان يبيع الدخان والحشيش وتاب إلى الله عز وجل وعليه ديون. الحمد لله، ما دمت أنك تبت إلى الله، الله يتوب على من تاب ولا تعود لمثل هذا. أما الديون هذه تصلح أنت وأصحابها، هذه إما أنهم يسامحونك عنها لأنها حرام ولا تحل لهم، فإذا لم يسمحوا عندك المحكمة، نعم، تفصل بينكم. واللي يبيع الحشيش هذا ما يقر أبد في جميع أنظمة الدول، الحشيش ما يجوز، ما يرخص في بيعه في كل الدول، حتى الكفار يمنعونه.